السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة وإطلالة جديدة عبر فضائية الشروق، نلتقيكم وبرنامج خليك في البيت، برنامج يومي من الأحد وحتى الخميس، ساعة كاملة من الساعة الثانية وحتى الساعة الثالثة ظهرا، نتناول فيه كل ما يتعلق بجائحة الكورونا في السودان تحديدا، من أعداد يعني متزايدة ممكن تكون في بعض الأحيان ومخفضة في أحيان أخرى، والاستعدادات الطبية في كافة الولايات أيضا المختلفة، وتناول الجوانب السلوكية والممارسات الممكن تكون خاطئة عندنا في المجتمع ممكن تزيد من فرص الإصابة بجائحة الكورونا. مرحبا بكم كثير. وتقرير الأمس من وزارة الصحة الاتحادية ليوم الثلاثاء 12 من شهر مايو أظهر لنا فيه 134 حالة إصابة جديدة بالكورونا، 134 حالة إصابة، ما بنقدر نقول إنه في انخفاض لأنه أحيانا بيكون الرقم منخفض بيجي اليوم اللي بعده بيكون الرقم بيرتفع، فالانخفاض الأرقام للإصابة بالكورونا ما بنقدر نحددها إلا بعد يومين ثلاثة أيام يعني متتاليات يظهر لنا إنه الرقم ماشي في تدني واضح، لأنه كان في تدرج ما بين 181 حالة بعديه 53 حالة 201 حالة 160 حالة تقريبا الآن 134. ننتظر نشوف الأيام المقبلة حتى نقدر نحدد إنه في ارتفاع أو انخفاض لحالات الإصابة بالكورونا. 6 وفيات من حالات سابقة و12 حالات هي من المتعافين، بيكون الإجمالي 1661 حالة إصابة بالكورونا في السودان من بداية الجائحة، و80 وفاة و173 هم المتعافين. أهم نقطة أنه ديل الحالات المبلغ عنهم، ديل الحالات الجهات الرسمية هي قدرت تصلهم وتتواصل معاهم. أنا بتمنى أنه أي شخص يظهر له أي عرض من الأعراض المعروفة وكل الناس بتتداوله وبتسمعه في البرامج وفي التليفونات، أيضا بتجي رسائل وأيضا في الأعمال الدرامية، لقيت أي عرض من الأعراض دي أنت مختلف شكلك متغير أو أحد أفراد الأسرة لازم تبلغ 221، وأيضا من الولايات المختلفة 9090. لما تبلغ بتظهر لنا الأرقام الحقيقية، يعني 134 حالة ظهرت دي في كل الولايات المختلفة، فالتبليغ مهم جدا. الجهات الرسمية والمسؤولة والطبية لازم تكون على علم تام بكل الأرقام المصابة فعليا، حتى لو شكيت ممكن ياخذوا منك عينة ويتأكدوا بعد كده إذا كانت العينة هي إيجابية أم سلبية. معي عبر الهاتف دكتور خالد حسين، عضو اللجنة الفنية لجائحة الكورونا بالشمالية واختصاص طب العيون. دكتور خالد مرحب بك. مرحب بكم قناة الشروق، ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. الله أكرم، تسلم يا دكتور خالد. لحد الآن من بداية الجائحة 7 حالات هي فقط في الشمالية، مش كده؟ نعم، 7 حالات من بداية الجائحة، وحالة وفاة وحالة شفاء. هل كان في استعداد لاستقبال 7 حالات، ولا كان مستبعدة تماما فكرة الكورونا دي انها تكون هي موجودة اصلا عند يعني اهلنا والمواطنين في الشمالية؟ لا ابدا، حقيقة من بداية الجائحة كان في استعداد او بدايه استعداد رسمي من وزاره الصحه والولايه الشماليه بقياده المدير العام دكتور صابر فتحي، وحقيقه كون لجنه من كبار الاستشاريين والاختصاصيين، هي اللجنه الفنيه التي اتشرف بعضويتها، فبداوا في محاور كثيره منها التدريب للكوادر العامله، يعني خلصوا موضوع التدريب، وايضا تجهيز مراكز العزل في كل المحليات، في كل محليه في مركز عزل للحالات المشتبهه، ومركز العزل الرئيسي في محليه بنغوله، في مطار بنغوله تحديدا، فيها جزء للحالات المشتبهه عدد 80 سرير، وفي الحالات الموجبه، وفيها ايضا عنايه مكثفه واجهزه تنفس صناعي، فكان الاستعداد موجود، ولما حدثت الحالات يعني الناس كانوا جاهزين واستقبلوا الحالات في مركز العزل، والان الحالات خمسه موجوده الان في مركز العزل بمطار بنغوله وبيتلقوا العنايه الطبيه اللازمه. طيب اهالي السبع حالات يا دكتور، هل تم عزلهم؟ تم تعقيم؟ يعني برضو اعرف الاستعدادات كانت من الجهات الرسميه ايضا لاهالي المصابين.
نعم حقيقة دي نقطة مهمة جدا. الإجراءات بالنسبة للمصابين تم بصورة يعني تم أخذهم وعزهم في مركز الحجر أو مركز العزل الرئيسي عندنا. الحالات حقت موزعة 5 حالات في بنقلة، في حالة وفاة، حالة في محلية الدب أصلا توفى إلى رحمة الله قبل ظهور النتيجة، وفي حالة من محلية مروة هي الآن موجودة في مركز العزل الرئيسي في بنقلة. فمن الناحية دي الإجراء تم بصورة كويسة، ولكن وجدت وزارة الصحة أو أكيام وزارة الصحة صعوبة بالغة في تنفيذ الاحتياطات أو الإجراءات المفروض تتم عند اكتشاف الحالات دي اللي هي التغصي وأخذ العينات من الحالات المخالفة القريبة وعمليات التعقيم. حقيقة وجدنا يعني وجدت وزارة الصحة يعني مقاومة شديدة وتعامل حقيقة يعني غير مسؤول يعني في بعض الحالات. يعني مشكلة، دي مشكلة حقيقة. يعني كان في رفض لأخذ المصاب ولا رفض لتعقيم المكان؟ لا ما رفض من أخذ المصاب. الرفض اللي شو كان؟ الرفض للعمليات الأخرى ذكرتها اللي هي أخذ العينة من المخالطين. ما أنت وحتى ما عزلوا نفسهم معناه مش كده؟ هم عزلوا نفسهم على حسب كلامهم، لكن ما هو العزل المنزلي المطلوب حسب حسب المواصفات القياسية. في عزل منزلي مقبول، في عزل منزلي غير مقبول. طيب يا ريت لو وديتنا بس توضيح على النقطة دي برضو، لأنه الأعداد هي كبيرة، كل شخص تكون عنده المعلومة. شنو هو درجات العزل اللي أنت ذكرتها دي؟ كلمنا عنها اللي هم لأسر المصابين. نعم، هي أنت على حسب التغصي بتحدد الناس المخالطين من الدرجة الأولى اللي هم كانوا تعرضوا لإفرازات التنفسية للمصاب أو خالطوا المصاب في مسافة أقل من متر لمدة نص ساعة أو أكثر. ده الغالب أن يكونوا الناس قاعدين معه في البيت. فده بتعمل لهم حجر منزلي. الحجر المنزلي المثال المفروض يكون غرفة مخصصة للشخص، الدار تحجره وحمامه وراه وبالطريقة دي يعني. فدي غالبا في أغلب الأحيان هي ما متوفرة في البيوت. في البيوت أيوة. أيوة دائما الحمام بيكون مشترك، الغرف ما بتكون كافية لو دار تحجير لك 4 أو 5. يعني كده من الافضل اذا 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 ما توفرت طار تحجيرهم في مركز الحجر اللي فيها جزء للحالات المشتبه. ووافقوا انه يجوا في مراكز العزل انهم يتحجروا هناك؟ لا ما اجوا المخالطين، ما اجوا، لكن المرضى طبعا. بس الخطوره في انه المخالطين ديل لو هم مثلا لكل مصاب واحد عنده 5، لو واحد من الخمسه يتصاب ويتحرك حياته طبيعيه يعني لا قدر الله نتوقع انه يكون في زياده يعني في الاعداد المصابين. طبعا عندي مشكله كبيره، ودي رساله عبر قناتكم، ونحن حقيقه نتكلم في الاجهزه الاعلاميه كثير جدا. انه يعني دي حاجه مهمه جدا، ودي في البدايه والنهايه لحمايه المواطنين يعني. يعني الاجراءات دي لحمايه المجتمع. وانت ذكرتي المرض بينتشر في متواليه يعني. اذا في واحد مصاب وتحرك ممكن صحيح الاصابات ممكن ينتشر اكثر. في المقابل في اجراءات طبعا معموله عموما في الولايه هي يعني مطبقه بدرجه كبيره، اللي هي قرارات اللجنه العليا للطوارئ الموجوده في الولايه الشماليه، اللي هي منها اقفال الاسواق الرئيسيه في كل المحليه، في كل المحليات اللي هي الولايه الشماليه كلها المفروض تكون مقفله. ما في سوق يفتح. ونقل الاحتياجات المواطنين للاحياء. هنا في التزام كبير في محليات بنقلة، ولكن المحليات الاخرى الالتزام فيها غير ما في التزام يعني كبير على حسب اتصالاتنا. وايضا طبعا في الاجازه للعاملين بالدوله، اجازه مرفوعه الاجر، وايضا المساجد قبل يعني عدم اقامه الصلوات الجماعيه. في التزام كبير في المدن، ولكن القرى للاسف الشديد يا استاذه يعني ما في التزام. ممكن الوعي لسه يعني محتاجين لوعي اكبر بانه لا محتاجين وعي كبير أيوة جدا. وهذا المرض يعني هذا المرض في مكافحته او في علاجه، لانه هو اصلا ما عنده علاج علاج معروف يعني. في الوقايه هو يعني هي العلاج. والوقايه بتعتمد على درجه كبيره على وعي المواطن. نحن نقول المواطن لازم يكون واعي، اذا ما في وعي من المواطن للاسف الشديد. حتى عندنا في الشماليه وفي بعض السودان في حالات انكار
يعني هناك كانوا بيقولوا لي خاصة المرض ده ما في، ودي كمان طامة كبرى يعني، دي كمان حاجة صعبة شديد يعني، يقولوا بيقول لك المرض ده ما في، صح، فدي بتبقى برضه. كلمنا كمان دكتور عن استعداد الكوادر الطبية كلها من أطباء وممرضين الإصطاف الطبي، الاستعدادات اليوم من حيث التجهيزات، اللبس الكامل اليوم، هم ترتيب أوضاعهم كيف مع الظروف دي؟ نعم حقيقة ال 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 أول حاجة، أول شيء في تجهيز الكادر العامل هو التدريب. التدريب تم في الولاية الشمالية لكل الكوادر تقريبا، حتى الناس العاملين في مراكز العد أو العاملين في المستشفيات. دي حاجة مهمة جدا، لأنه أي كادر يتعامل مع ال مع المرضى يجب أن يكون مدرب في 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 جائحة كورونا. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، كل مراكز العزل فيها مدراء طبيين. أي مركز عزل فيه مدير طبي مع الإصطاف، يعني مسؤول عن المركز ومسؤول عن الإصطاف الشغال معه، بالإضافة للجنة الفنية بتاعتنا دي هي مسؤولة عن الإشراف وتشغيل مراكز العزل كلها وتقديم الدعم الفني لهم، وتقديم يعني إذا احتاجوا لمشورة في القرار النهائي وكذا. دي من ناحية، توفير المعينات. حقيقة هنالك جهد كبير جدا جدا من مدير عام وزارة الصحة في استجلاب المعينات. هي المعينات تمت من وزارة الصحة والاتحادية، عدة معينات يعني لا بأس بها، اللي هي من اللبس الكامل والكمامات وهكذا، وأيضا الراجحي يعني فاعل الخير وعنده مشاريع كبيرة، مشاريع زراعية كبيرة، أيضا تبرع بعدد مقدر من ألبسة الوقاية. وأيضا هنالك مبادرات كثيرة كما يعني الولاية الشمالية معروفة بها، ثم مبادرات كثيرة جدا، منها آخر مبادرة دعم كوادر مستشفى بنغلة التخصصي، ومبادرات كثيرة كلها اتجهت لتوفير اللبس أو الألبسة الواقية والكمامات والمطهرات للكادر العامل. نعم، لانه هم صحتهم يعني مهمه جدا انه نحافظ على العدد دي. نعم من الكوادر الطبيه. نحن حقيقه المشكله الاساسيه الكادر، يجب المحافظه على الكادر، لانه اصلا الولايه الشماليه او كل السودان يعاني من نقص في الكوادر الصحيه. صحيح. فاي كادر صحي يتعرض لهذا المرض بيطلع من الخدمة. بتبقى مشكله، الحاله بتبقى يعني أسوأ. نعم صحيح. لذلك مهم جدا، وايضا من الاحترازات المهمه لحمايه الكادر، عملنا حيث طبقنا موضوع الفرز اللي هو الترايات، يعني فرز الحالات التنفسيه من الحالات العاديه في اي مستشفى، اي مش مستشفى، اي مؤسسه تقدم خدمه يجب ان يكون فيها حاله الفرز. يعني العيان ما يجي المستشفى في نقطه فيها زول موجود بيسالوه هل عندك اعراض تنفسيه ولا ما عندك، عندك كحه، عندك عطس وهكذا، الزول عنده الاعراض التنفسيه بيلبسوه كمامه وبيمشي بمسار مختلف الى عياده تنفسيه، العياده التنفسيه بتختلف من العيادات الاخرى. ده لتدليل اختلاط المرضى المشتبهين مع بعض المرضى، وايضا الكوادر الصحيه تعمل حسابها، يعني مثلا المرضى بيشتغل في العياده التنفسيه بيكونوا لابسين يعني عاملين احتياطات اكبر من التباعد ومن اخذ الحيطه في الفحص في الكشف على العيان وكذا. نعم. فدي برضه من الحاجات المهمه تم تطبيقها تقريبا في اغلب المؤسسات، وعندنا المؤسسات الخاصه طبعا هسه واقفه، العيادات الخاصه واقفه، لانه برضه تطبيق عمليه الفرز فيها صعب جدا، مع انه في قرار بتشغيل العيادات، لكن لسه نحن في الولايات الشماليه. العيادات ما اشتغلت بصوره كبيره. بتقوموا بمجهود كبير يا دكتور خالد، وده ملموس وواضح من خلال يعني كثير من الاجراءات اللي بتقوم بها الجهات المسؤوله والجهات ايضا الطبيه والكوادر الطبيه. بشكرك جدا دكتور خالد حسين، عضو اللجنه الفنيه لجائحه الكورونا بالشماليه واختصاصي طب العيون. التجهيزات زي ما قال كثير من مراكز العزل في كل المحليات المختلفة، استعدادات كاملة وشاملة من المستشفيات، توفير السراير وأجهزة التنفس، وأيضا اللبس الواقي والكافي للكوادر الطبية، لأنه لابد للمحافظة عليهم، يعني لأنه لو جات حالة وما تعرف أنه من الأول أنها هي كورونا ممكن تصيب أغلب الكادر الطبي الشغال، وبيحصل نقص كبير جداً للكوادر. مهم جدا المحافظة عليهم، والأهم كمان توفير الزي الكامل، اللبس الكامل لهم عشان يحميهم من المرض. 7 حالات هي في الشمالية كما ذكر الدكتور خالد، منهم حالة إدعافت وحالة
توفت، حاليا معاهم 5 حالات. الأسر ما تعاونت في إنها هي تكون موجودة في مراكز العزل عشان يحصل لها متابعة، مفروض 14 يوم يعني كان ممكن يحصل لهم متابعة وبعد كده يعملوا لهم الفحص إذا حتظهر النتيجة إيجابية أم سلبية، ولكن واجهوا صعوبات كبيرة الجهات المسؤولة في إنه يقدروا يقنعوا، وقالوا إنه حيلتزموا بالحجر المنزلي في البيت. وزي ما قال الدكتور إنه في أشياء كثير بتكون مثلا ما متوفرة في ظروف المنزل، لو أنت عايز تحجر لك 5 أفراد أو 6 أفراد أو أكثر، أحيانا ممكن تكون 2 أو 3 قاعدين في بيت واحد، فبتحتاج إنه كل واحد يكون عنده غرفة حمام منفصل زي ما ذكر الدكتور خالد، والحاجة ممكن تكون ما متوفرة في المنازل ولكن بتكون متوفرة في المستشفيات. لازم الناس تتعاون عشان صحتها هي ما عشان حاجة أخرى. ربنا يدي الصحة والعافية للجميع. هنتقل لزميلي محمد فتح الرحمن، هنتقل له وشوفه مجهز لنا شنو مادة. مرحبا بك يا محمد. مرحبا بك يا رشا، السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الأحباب في كل مكان. تحايا الصحة والعافية من جديد نبعثها لكل السادة المشاهدين أينما كانوا داخل وخارج السودان. نسأل الله تعالى لنا ولكم الحماية والأمن والأمان والصحة والعافية من هذا المرض الخطير جائحة كورونا الذي اجتاح العالم والسودان ليس بمعزل حول هذه الجائحة. كورونا مرض خطير، والتعامل مع هذا المرض يحتاج إلى عقل واعي، ويحتاج إلى تدابير لازمة، يحتاج إلى جهد رصين من الجهات المختصة بالوزارة الصحة سواء كانت الاتحادية والولائية، يحتاج إلى جهد من أولياء يعني من الأسر المختلفة، يحتاج إلى وعاية أيضا من المصابين أنفسهم بهذا المرض. والحديث حول هذا المرض حديث طويل وربما يطول شرحه. نحن في كل حلقة من حلقات هذا برنامج خليك في البيت إنه دائما بنتكلم حول قضية من قضايا هذا المرض. اليوم يمكن عايز المشاهد نضع أيدينا حول نقطة مهمة جدا. نحن نسمح كثير جدا إنه في ضحايا لهذا المرض جائحة كورونا. الناس اللي بيتوفوا ديل كيف بيتم تغسيلهم، كيف بيتم تكفينهم، كيف بيتم دفنهم، التعامل معهم بيتم كيف إذا الشخص يتوفى بهذا المرض، نسأل الله لنا ولكم الحماية، كيف نحن ممكن أهل البيئة اللي بيكفنوا منه واللي بيدفنوا منه. دي كلها أسئلة نحن إن شاء الله حنجاوب عليها من خلال هذا اللقاء. سعيد جدا من داخل وزارة الصحة بولاية الخرطوم ألتقي بالدكتور عصام أحمد علي مستشار الطب الشرعي والسموم ونائب مدير عام هيئة الطب العدلي بولاية الخرطوم. مرحبا بك يا دكتور، ونسأل الله تعالى أن يحمينا جميعا. مرحبا بك أستاذ محمد، ومرحبا بمشاهديك ومستمعيك الأفاضل الأكارم الأماجد في هذا الشهر الكريم رمضان كريم. تقبل الله الأعمال الصالحات وكل عام وأنتم بخير، ونسأل الله العفو والعافية ورفع هذا الابتلاء الذي أصاب كل العالم. نسأل الله ذلك وربنا يتقبل إن شاء الله صالح الأعمال في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المعظم. دكتور عصام، مباشرة نتحدث حول الطب العدلي ودوره في مكافحة وفي مصابي مرض كورونا. الطب العدلي هو أحد فروع الطب الهامة جدا جدا والتي تتعامل في مجالات مختلفة. أهم ما يظهر فيها في هذه الجائحة التي اجتاحت العالم كله هو الجانب الصحي. الطب العدلي له دور كبير في الوقاية، أي في جانب الطب الوقائي، حيث إن التعامل مع جثث ضحايا كورونا يعتبر ركنا أساسيا في الوقاية لمنع انتشار هذا المرض من خلال اتباع الاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع هذه الجثث، لأنه حتى الآن لم يتم التأكيد على الإطلاق أن هذه الجثث يمكن أو لا يمكن أن تؤدي إلى انتقال العدوى، وبالتالي لابد من اتخاذ احتياطات لازمة لمنع تلوث المحيطين بهذه الجثث أثناء عمليات التجهيز أو ما يشوبها من العمليات الأخرى بعد ذلك، عملية الدفن أو غيره. وعليه يجب أن يقوم بهذه العملية أشخاص يتفهمون هذه الإجراءات ويحفظون الجثة بطريقة تمنع من انتشار المرض من الميتين إلى الأحياء. نعم تمام، كلام جميل. لكن من خلال هذا السرد الواضح حول هذه الطب العدلي ودوره في التعامل مع جائحة كورونا حنشرح بعض الأشياء. إنه كيف بتتعاملوا مع ضحايا جثث كورونا؟ أنتوا كطب عدلي بيتم التعامل كيف؟ نعم، التعامل مع ضحايا جثث كورونا هم
شقين كبيرين، في ناس بيموتوا في على مستوى المؤسسات الصحية، وفي ناس بيموتوا على مستوى البيوت والمناطق البعيدة خارج المؤسسات الصحية، ولكل طريقة محددة للتعامل مع هذه الجثث. نبدأ بالجثث اللي بتكون متواجدة في المؤسسات الصحية. هنالك فرق في هيئة الطب العدلي تعمل في هذه الجائحة بطريقة علمية ووفقا لمعايير وبروتوكول تم استصداره من هيئة الطب العدلي واعتماده من الإدارة العامة لوزارة الصحة ولاية الخرطوم، وفيه احتياطات لازمة يجب العمل بها. أولها لابد من التعاون مع هذه الجثث، وكل المتعاملين يرتدون وسائل الوقاية والحماية الشخصية المتمثلة في الأوفرول المانع لتسريب السوائل وطارد للسوائل، والكمامات الخاصة التي تمنع انتقال العدوى، وأغطية الرأس والعينين نظارات أو جوجل أو قناع وجه، والأحذية الواقية والأغطية التي تليها. ثم من بعد ذلك لابد من أن تكون هنالك مطهرات الشرح التي تستخدم لدينا على مستوى المؤسسات الصحية، اللي هو هايبوكلوريد الصوديوم تركيز 1%، والذي تطهر به الجثة ومكانها وما حولها. ثم يتم إدخال الجثمان بعد تحضيره. تحضير الجثمان يتم بواسطة قفل أو الفتحات الأنف والأذن والفم بالقطن، وتغطية الجثمان تغطية جيدة، ومن بعد ربط الجثمان إذا كان هنالك تشنج أو ارتخاء في الجثة، قفل الفم وربط اليدين إلى الأمام والرجلين وهما ممدودتان، ومن ثم وضع الجثمان داخل كيس الجثث وقفله وتطهيره بالكلور من الخارج. هذا على مستوى المؤسسات الصحية. نعم هذا على مستوى المؤسسات الصحية، لكن دكتور سؤالي ممكن يكون إنه أنتوا كيف بتتعاملوا مع الجثة المصابة؟ إحنا عايزين مثلا هل في فتوى الآن إنه نحن ممكن الجثة المصابة دي يتم تكفينا، ممكن نغسلها بالماء والصابون زي ما يعني على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويتم التكفين ويلف الرجل في 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 ثلاث والمرأة في خمس تقريبا، وبعد ذلك ممكن يكفنوا أهله ولا يكفنوا جهة من الجهات المختصة الصحية، بعد ذلك الدفن بيكون كيف؟ دي كلها أسئلة عايزين يعني تديني لها فور إكزامبل وتشرح علينا. إذا أنت الآن تكلمت على مستوى الصحة أو الأطباء، عايزين على مستوى واحد من المواطنين إذا أصاب بالمرض ويتوفى، أنتوا بتعاملوا معه كيف؟ مما يتوفى ودخلت غرفة إنه تكفنوا تحنطوا إلى أن يتم لمثواه الأخير. نعم. الحديث عن الفتوى حديث طيب. في يوم 22 أبريل الماضي صدرت فتوى من مجمع الفقه الإسلامي حول عدم غسل الميت في حالة خشية العدوى وحكم الصلاة عليه، وكانت الفتوى واضحة حيث أن غسل الميت بكورونا يسبب ويشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة، وهذه مشقة مثلها كمثل الغريق أو الحريق الذي يتعذر غسله لأن أجزاء منه يعني بتطلع في اليد أو تفقد، وبالتالي توجد هنالك خطورة كبيرة، وبالتأكيد الشريعة بتقول لا ضرر ولا ضرار، ومن هنا كانت المشقة سببا للامتناع عن غسل ميت كورونا. يبقى متوفي كورونا بالشريعة الإسلامية حسب هذه الفتوى والتي صدرت من دول أخرى مثل قطر والسعودية وغيره لا يجوز غسل هذا الميت على الإطلاق. الفكرة الأساسية في التعامل مع جثث ضحايا كورونا تقليل الملامسة والتواجد مع هذه الجثث لمنع انتشار العدوى، وبالتالي الغسل عملية فيها نوع من الملامسة لهذا الجثمان، وفي تعامل مع الماء وقطرات الماء يمكن أن تحمل هذا الفيروس وتنقل إلى الأحياء، وبالتالي كانت فتوى عدم الجواز بالغسل. كما لا يجوز أيضا عندنا حسب البروتوكول نحن لا يتم تشريح أي جثة مصابة بكورونا، ولا يتم تحنيطها. أقصد بالتحنيط تجهيز الجثمان بالفورمالين لأغراض السفر خارج السودان، لأنه لا توجد إمكانيات عندنا في السودان ولا توجد أجهزة
تساعد على غسل الميت أو تشريحه أو تحنيطه، ليست لدينا إمكانيات. إذا كانت هنالك إمكانيات في بعض البلدان يمكن أن يتم ذلك، ولكن المشقة التي تحدث والخطورة التي تحدث من ذلك جعلت من هذه العملية عملية ممنوعة بالشريعة وبالعلم حسب الإمكانيات المتاحة. دكتور عصام، الحديث حول هذا الموضوع ربما يكون طويل جدا، ونحن إن شاء الله حنخصص حلقة أخرى عشان نتحدث حول الموضوع، لكن أنا عايز أقول في ختام هذه المحطة إنه نحن كمجتمع سوداني محافظ على عاداته وتقاليده وعلى هيبته وعلى محبته للناس، الناس بتتداخل مع بعضها، بيكون في نوع من الترابط. الآن إذا شفت يعني مريض والآن يحمل على الأكتاف ويسحبون به للمغابر، تلقى إنه كل المواطنين السودانيين يتهافتوا من أجل الأجر، ودي محبة موجودة فينا. هل واجهتكم مشاكل من ذوي المرحوم الذين توفوا بهذا المرض إنه يتم تكفينه من غير حبيب يقيف معهم، من غير أقرب الأغربين يقيف معهم ويخدهم في الغبر ويودعهم إلى مثواهم الأخير؟ هل واجهتكم مشاكل زي دي، وكيف قدرتوا تتعاملوا معها؟ كيف كانت توعية على مستوى الأسر إنه ضغط الله وغدره والناس تتقبل هذه المصيبة؟ بالتأكيد هنالك عديد من المشكلات، وكل يوم تتجدد هذه المشكلة في عدم الرضا من ذوي المتوفين، في عدم غسل الميت وعدم تكفينه وعدم الذهاب إلى المقبرة بأعداد كبيرة والصلاة عليه. الناس بيعتقدوا إن الزول اللي بيموت وما يعملوا له الحاجات دي هو شقي. أبدا، الشريعة أكدت أن غسل الميت مندوب، يثاب فاعله ولا يثم تاركه، والضرورة هنا تحتم عدم هذا القسل. وبالتالي يتم التواصل بواسطة الفرق التي تعمل معنا، وأحييهم من هنا جميعا، يعني أفرادا ومسؤولين فيها يقومون بالتواصل الجيد مع أسر المتوفين ويشرحون لهم أن هذا الأمر ليس له علاقة بالسعادة أو الشقاء. نحن في حالة خاصة من طاعون ضرب هذا العصر، فلا بد أن نحمي حياة الناس، وحياة الناس أولى من القسل وأولى من التكفين وأولى من الذهاب إلى المقبرة. رسالتي الأخيرة أقولها لذوي المتوفين ولكل الإخوة والزملاء والشعب السوداني: المتوفي المشتبه في إصابته بفيروس كورونا أو المؤكد إصابته يجب عدم تواجد أشخاص كثر معه. الناس اللي مفترض يحضروه ما يتعدوا 4 أنفار بأي حال من الأحوال، ولا بد من تغطية الأنف والفم وبأي وسيلة ممكنة إن وجدت الكمامات أهلا وسهلا، وتغطية المتوفي وقفل فتحتي الأنف الأذنين لمنع تسرب السوائل الناقلة لهذا المرض، وعدم غسل الميت بالطريقة المعهودة. واجتهادا منا قدرنا أن يأخذ الشخص قطرات في أصبعه، 3 قطرات تطلق على هذا الجسمان ويلف بكيس لمنع تسرب السوائل من فتحتي الأنف والفم والأذنين أو من الفتحات الأخرى، يلف بكيس، ويمكن من بعد ذلك أن يكفن، ويفضل أن يكون الكفن للرجل المرأة 3 قطع، يعني ما تكون مرأة ما تكون 5 قطع المعروفة في الإزار والرداء، لأنه هذه المسألة تزيد من زمن التعرض للإصابة والملامسة. ويمكن أن توضع قطرات من العطور إن وجدت على هذا الكفن إن وجد، وإن لم يوجد الكفن ولم توجد العطور وفي ذلك توجد مشقة كبيرة يا إخواننا، ونحن النازل مرات بيموتوا الساعة 1 و2 و3 و4 صباحا والبلد في حالة حظر، فما بيقدروا يعملوا الحاجات دي. يقوم الفريق بتشهيد المتوفي وهو شهيد كما نعلم جميعا، يعني المطعون ده من أول الشهداء الذين وردوا في الحديث، وبالتالي يقوم بتجهيزه وتطهيره بهذه المادة، مادة الكلور، ووضعه داخل كيس الجثث، ومن بعد يطهر هذا الكيس، ويمكن هذا الكيس الجثة بداخله أن ينقل بواسطة الفريق المختص أو بواسطة الإزعاف أو بواسطة أي شخص من الأشخاص الثانيين، لكن يفضل أن لا يتعدى العدد 4 أشخاص، ينقل إلى المقبرة، ويفضل أن يكون القبر محفور حوالي مسافة 1.5 متر، وأن لا يحضر إلى المقابر عدد كبير، وأن لا تكون الصلاة بأعداد كبيرة، يجب أن لا تتعدى 10 أشخاص بالكثير، ولو كانت أقل يفضل ذلك. ومن ثم يستر هذا الجثمان ولا يكون هنالك تجمع للعزاء من بعد الدفن حتى لا يكون هنالك مزيدا من انتشار. دكتور عصام، الحديث هو ما انتهى، يعني انتهت المحطة فقط، لكن في حديث آخر حنتحدث عنه إنه بعد الدفن وإجراءات الدفن بيتم كيف، وبعد ذلك إنه
عنه كيف الفراش بيتم، هل في فراش ولا فراش، ده كله حيتحدث عنه في حلقه غدا ان شاء الله نوعد الساده المشاهدين. شكرا لك دكتور عصام احمد علي مستشار الطب الشرعي والسموم ونائب مدير عام هيئه الطب العدلي بوزاره الصحه بولايه الخرطوم، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا، نسال الله العفو والعافيه في الدين والدنيا باذن الله. اللهم امين. شكرا جزيلا ساده المشاهدين في كل مكان. دي واحدة من الحياة اللي بتخلي الإنسان يكون حزين جدا لفراق أحبابه. نحن عشان نتجنب كل هذه الأشياء وعشان حبيبك وعزيزك والزول العزيز عليك داخل قلبك سواء كان من أقرب الأغربين لك أو أسرتك الممتدة، عشان لما يتوفى ما يعني ما تحرم من أجر التشيع وأجر التكفين وأجر الدفن، إن خليك في البيت. لأنه نحن كمجتمع مترابط عندنا المحبة دي أكثر منا ما في. وأكثر حاجة أنا تعجبني في هذا الموضوع إنه الإنسان يتقبل هذه المصيبة، يتقبل هذا الصبر بصبر كبير، إنه دي ما نهاية الدنيا أو دي ما نهاية الإنسان، هل هو سعيد أم شقي ولا يعلم ذلك إلا الله، لكن هو نحسب عند الله شهيد المتوفي بهذا المرض. حديث آخر حيكون حول هذا الموضوع للطب العدلي حيكون إن شاء الله في حلقة غدا إن شاء الله. أنا في ختام هذه المحطة وصلتني رسائل كثيرة، أنا عايز أرسل رسالة وأجبرت إني أتحدث عنها، رسالة وتحية للجنة التسييرية للنقابة المركزية لسائقي النقل البري في السودان قطاع الشاحنات واللواري. ديل عندهم دور واضح يا جماعة، من خلال هذا الحظر بيقدموا المساعدات الإنسانية، بيحملوا المعونات من الولايات داخل العاصمة وخارج العاصمة، كان عندهم دور واضح. نتمنى لهم التحية والتقدير لسائقي وللجنة المركزية، ربنا إن شاء الله يجعل في ميزان حسناتكم ورمضان كريم. أعود من جديد إلى زميل رشا لمواصلة هذا البرنامج، شكرا جزيلا. شكرا محمد فتح الرحمن، وشكرا أيضا لضيفك ضيفك دكتور عصام، أدانا نصائح مهمة جدا للتعامل مع متوفي المصاب بالكورونا عفوا. هم 80 حالة سابقة كانت وفاة، بتمنى أنه كان الجميع يكون كان ملتزم يعني بحديث دكتور عصام أنه الغسل حيكون بطريقة معينة، الكفن بطريقة معينة، دائما بيكون في استعجال في كل التفاصيل عشان ما ينقل الإصابة أيضا للمرافقين في اللحظات المهيبة دي، حتى في صلاة الجنازة، حتى وجودهم في المغابر، حتى في حفر القبر. فالأشياء دي كلها متطلبة عدد بسيط جدا من الأفراد. المتوفي هو شهيد ربنا يرحمه، ولكن أنت بوجودك معه هو محتاج لدعواتك فقط، ولكن بوجودك معه بتستلم أنت الفيروس ده أو المرض في جسدك وبتنقله لبقية الأفراد، وممكن يكون في واحد تالي لا قدر الله من الناس القريبين. فبالتالي نكون شوية عقلانيين بعيد شوية من العاطفة، ونقدر نتعامل بعقلانية جدا مع المرض ونتعامل معه بمسؤولية أكتر من كده. ربنا يتقبل كل يعني الشهداء وكل متوفي الإصابة بالكورونا، ويشفي إن شاء الله البقية 1661 مصاب. حنتقل حنمشي مع بعض لفاصل وحنرجع خليك في البيت، حنتواصل معكم في بقية الحلقة. أهلا من جديد مشاهدينا في كل مكان، متواصل معاكم في النصف الثاني من حلقتنا لليوم، برنامج خليك في البيت، غرفة للكورونا فيها كل المستجدات فيما يتعلق بالكورونا من أرقام جديدة وأعمال درامية ونصائح أيضا تربوية ونفسية واجتماعية. الآن حنتقل لدكتور فيصل أحمد سعد كبسور وأستاذ مختار بخيت في عمل درامي أيضا، فيه كثير من الرسائل التوعوية الموجهة للمشاهدين الكرام اللي بيستمتعوا بالدراما السودانية. حنطلع نتابع مع بعض. السلام عليكم. مرحب مرحب كبسور، كيف الحال؟ ان شاء الله كويس. اما هي اللي نلبس الكمامه كيف حالك؟ والله ما شاء الله عليك الحمد لله. ها زباينك تمام، امورك ماشيه كويس؟ والله الحمد لله، الزبان تمام والامور ماشيه تمام الحمد لله. الحمد لله. شوف اي مصافحه ما في. اي صحيح والله. مقالده ما في. صحيح والله. والكمامه دي تكون حاضره. صح والله. تكون شنو؟ صح والله. انت بينا ولا على ذاتي صاحب الطبيعيه؟ انا مش رجل طبيعيه. اي فزول قام قال لي دعيتي الخش بالاحضان. قالتك؟ اداني قالتني. قلت له زي كورونتك عليك. شوف ده اقول لك كلام. اي
الفيروس ده المرض برضه كمان يا اخواني برضه بيجيني من الحيوانات. يعني ينتقي الامر؟ شوف بلاك الله. سبحان الله. هاي سبحان الله. عشان كده نعمل حسابنا في الحيوانات نظام هو غايب منهم. صح والله. هاي المعاقمات كيف والمنظفات كيف؟ والله المعاقمات تمام ونعاقم الناس وننظفهم والحمد لله. هاي لكن يا كبسول اسس الشخراي ده. اها. زول مسكين زي ده ما عنده منظفات ولا لقى له جوانتيات ولا عنده كمامات ولا عنده ياتو يعني يا ما شنو معقماته شنو؟ ملح وموي وخل. اي هاي ودي برضه معقم يا كبسول. هاي اسي في لفه فينك ده وبحثك ده والالم واهتمامك ما في علاج؟ علاج؟ للفيروس ده كو والله والله ما في حتى الان ما في لكن احنا شغالين غير. الحمد لله. انا ماشي مع السلامه. الله يبارك فيك. الفضل الفضل. الله بارك الله فيك. يجيبوا لك مويه المي. شكرا. الله يبارك فيك. تشرب بارد؟ انا نحن مفهومين. فنان تخني؟ نحن نسرع عشب. عشب؟ ايوه. تعجب الاعشاب؟ ايوه الاعشاب جدا بعشب. جدكم بعشب الكبير؟ جدا بعشب الكبير. ما شاء الله. علاج بالاعشاب لاي شيء. ايوه نعم. عندنا علاج لكل شيء. وجع البطن عندك. وجع الراس عندك. وجع اليدين عندك. الركب. اها. البطن. اها. الحراره الشديده. كل شيء عندنا. ايوه. والعشب. راقي. والرطوبه عندك برضه؟ الرطوبه برضه في. الرطوبه دي تعالجك كيف؟ الرطوبه نعالجها بالجرجير. اها. والشمار. اها. والفلفل. اي. مع الشطه الخضراء. والجبنه والايش على منه؟ كيف يعني؟ شغلك ده مفول مظبط داير لبس فطور عديل. يا دعيتر ده علاج انا بتكلم لك عن علاج نحن موهوبين. عندك علاج الشاب. ما شاء الله ما شاء الله. دعيتر في دول بيجيك هنا؟ لا ما في زول بيجي انا قاعد هنا براي خالص. اي انا عندي علاج خطير يا دعيتر. علاج؟ زي شنو؟ علاج الكورونا دعيتر. اي الكورونا اللي قلت له علاج عالجوني معاكم طواضي يا مرة. تجيتي من زي الأصار ما تسكتي ذن الرجال نتكلم في بعضينا أسكتي يا مرة. أها خير. علاج الكورونا ده علاجك كيف عندك؟ النيم. أي بيزيت السمسم. أي الخير. النيم. أها بيزيت السمسم. أي الخروع تدق وتمسحه في الصدر. أها والملح. أي مع الشاي الساخن. أي تشربه الكمدة بالرمضة. الكمدة بالرمضة يعني أسي الكورونا دي ألمانيا بريطانيا اسبانيا وكل الارم ده ما لقوا العلاج. علاج الكورونا ده قاعد في خرطويتك دي؟ ها؟ علاج يا علاج الهنا يمكن فيه الشفاء. يا مرة يا مرة ما تنخدعي يا سكتي. شفاء ابن الام. دار نقول لك كلام تحط في راسك وفي ذن كوسك ده سمي. الكورونا دي حتى الان ما لقوا لها علاج. توعية فقط. اما بالنسبة للاعشاب التي تتكلم عنها ليست هي مفيدة. فقط فيتامين سي في الليمون وفي البرتغال وعندك الثوم والبصل ده كله انت ما عندك بعلم. انت دجال ودار تاكل حق الناس وقروش الناس بالباطل. شيف كلام ده حرام عليك. الله بزعلك منا. قم امشي يلا. هاي الحمد لله جاك العصار. يا اخي لنا انا ما كلمتك قلت لك ما تيجي بجاي تاني كذا مره. انا كنت اتخذ معاك اجراءات. ابي اجيبك شنو تاني؟ جاي له شو؟ امسك كورونا ناقه كورونا. اللهم يا الله اشفي البلاد والعباد من المرض والفضولات. أهلا من جديد. يعني عمل درامي ممتع وجميل جدا وفيه رسائل كثيرة من بداية العمل ولحد النهاية في إنه الناس بتطلع كثير من الإشاعات في كثير من النقاط اللي عندها علاقة بالكورونا ولكن الناس تتجه للمعلومات الحقيقية الفعلا وطبية وبتضيف لك يعني فيتامين سي زي ما قال يعني كل يعني هي عموما الأعشاب هي ممكن ما تضرك لكن ما تنفعك بدل ما تضيع فيها زمنك ممكن تقوي مناعتك بأخذ فيتامين سي تشوفه وين في الليمون في البرتقال في غيره تأخذ الفيتامين سي وبيعمل لك الوقاية لأنه بيبدأ معك زي رشح تحاول تقلل
منه. اصلا علاج ما في هو بنادول، اذا فقدته وشهيتك قلت او فقدت الشهيه خالص ممكن تاخذ دربات تغذيك، ولا قدر الله لو الحاله اتدهورت عندك الجهاز التنفسي بيساعدك في انه انت تتنفس، لانه الاصابه بتكون للرئه مباشره في اغلب الاحيان. رسائل جميله جدا، شكرا كبسوه، شكرا الدعيتر كمان على المعلومات المهمه. عندنا ايضا تواصل وحديث عن النواحي الاجتماعية والنفسية والسلوكية وكثير من الممارسات اللي احنا بنقوم بها في حياتنا الاجتماعية بشيء من العاطفة، ولكن ضررها ممكن يكون كبير. حشوف دكتورة إسراء شبيكة اختصاص اجتماعي للحديث حول عدد من المحاور. دكتورة إسراء كيفك؟ أهلين يا عشر، يسعد نهارك ونهار كل المشاهدين عبر ان شاء الله يا رب. مرحبا بك يا دكتوره. اللي تكلمنا عن الـ يعني التفكير بشيء من العاطفه، انه الناس والله احنا متعودين في سنيننا اللي فاتت كلها انه نطلع صينيتنا مثلا عشان ناكل برا مع الجيران، صينيه برا في الشارع وصينيه جوا البيت، والناس ما قادره تستوعب انه رمضان دي الوضع مختلف تماما، ولسه بالمناسبه في احياء كثيره جدا بتمارس في الـ يعني الممارسه الاجتماعيه دي المرغوبه كانت في زمانه، ولكن في الشهر الفضيل ده ومع الظروف اللي بتجتاح كل العالم محتاجين انه ناخذ وقفه. حدثينا عن الجانب ده وعن الضغوط النفسيه برضه الحاصله لكل الناس نتيجه للارقام الكبيره والاصابات الكبيره. اليوم حصلنا 1661 حاله اصابه. في معين النقطة الأولى يا رشا، احنا فعلا هو طبعا المجتمع السوداني مجتمع معروف عالميا بالأسر الممتدة والروح الجماعة والحياة اللي بتكون دائما، ما عندنا زول بيعيش براوي، احنا ما عندنا أسرة بتعيش براها، يعني حتى اللي بيكون مثلا في مكان بعيد من أهله بيكون دائما علاقته جميلة جدا مع جيرانه والناس اللي حوله، فيمكن تكون دي أصل الشخصية السودانية، هي شخصية يعني بتنتمي لروح الجماعة وبتنتمي للإحساس الجمعي أكثر من الحياة الفردية، لكن ده ظرف مختلف كان محتاج كثير من التوعية، محتاج كثير من الثقة يا رشا، إن الناس تقدر تفهم إنه الوضع فعلا وحقيقي مختلف. للأسف إلى الآن، وده طبعا ظهر بالأعداد الخرافية اللي فجأة صعبت في الفترات اللي فاتت، بإنه الناس لسه ما زالت حاليا في ناس بيفطروا برا في الشارع يا رشا. حاليا في المنطقه اللي انا فيها في ناس بيفطروا برا في الشارع. الناس ما قادره تدري كميه المخاطر، يعني بقول لك انا عملت حسابي. الناس لحد دلوقتي ما قدرت تستوعب تماما مدى خطوره هذا الوباء، وانه ممكن يصلك عن طريق حاجات كثيره وبتفاصيل كثيره مختلفه تماما. يعني مهما انت تعمل حسابك، الحساب الوحيد اللي ممكن تعمله والحاجه الوحيده اللي ممكن تعمله انك تخليك في البيت. وتخليك في البيت بكل الوقايات الموجودة في البيت عشان انت ما تضر اسرتك. ممكن الاسرة كلها تكون قاعدة في البيت، لكن في فرد واحد عنده توظيف او عنده طريقة بتاع خروج او حتى بيطلع في الحي او مع اختلاط مع ناس، بيجيب المشاكل دي كلها في البيت وبتجيب الامراض في البيت، وممكن يأثر على باقي الاسرة. احنا ما زالت روح الجماعة ما قادرين نتخلص منها، يمكن دي حاجة من ناحية نفسية صعبة يا رشا. انا ممكن اكون كم 30 سنة بفطر مثلا في الشارع، فجأة هذه يقول ليه ما تقدر في الشارع، خاصة الناس الكبار في السن بيبقوا شوية صعب انك انت تقدر يعني تقنعهم بالحاجة دي، لكن مهم جدا، هي ما مستحيلة، يعني مهم جدا انه الناس تفهم خطورة الحاجة دي. احنا في ناس كثير بيقول لك لا احنا كايسين رمضان، احنا بنقول الفرق الصغر هو الوقت الوحيد احنا عندنا توعية قاعدين نعملها، فبقول لنا كده يعني. الوقت الوحيد اللي احنا بنلقى فيه مثلا الاجر، الاجر كثير، يعني انا لو جيت تليفوني وسالت من زول يعني قريب من اهلي فيه اجر، لو شلت رصيد حولته لناس محتاجين فيها اجر، يعني منافذ الاجر كثيره. الدعاء لاخيك في ظهر طيب فيه اجر. يعني ما ضروري انك تدي نفسك في يعني تحط نفسك في تهلكه وفي خطر وتحط اسرتك في خطر. والمشكله الكبيره زي ما قلنا انك انت ما بتتضرر لحالك. صح. فدي دي المشكله الكبيره اللي الناس لحد الان هم ما قادرين يستوعبوها وما قادرين يعرفوا خطورتها يعني. فاحنا ممكن روح الجماعه مسيطر علينا الى الان وما قادرين لحد اخر نتخلص من الفكره دي، حتى بالليل تقريبا في كل المناطق، تقريبا في كل المناطق في العاصمه الشباب بيتلموا، اخوان اصحاب اولاد خالات جيران في عماره واحده، نزلوا تحت لعبوا ليدو، لعبوا اي كان انواع التسليه، او يتعشوا مع بعض او يتلبسوا مع بعض،
ما زالت الشباب الآن موجودين في التجمعات من 4 و5 أشهر. فدي كلها يعني مضارة كبيرة جدا، يعني مضارة كبيرة جدا. احنا محتاجين نكثف التوعية في الإعلام ونكثف عبر عبر دور الاتصال كلها، عن طريق الموبايلات، عن طريق الحي، كل حي لازم يعمل خطة. فينا الناس لسه تحاول انها توصل الرسائل بشكل مختلف. احنا ما حنقدر نعمل رغابة ونجي لكل زوج يقول له قوم ما تقعدوا ليتوا قاعدين هنا قدام الباب وليتوا شاطرين برا، صعب الموضوع ده. صح. لكن محتاجين محتاجين انه يعني الناس تبقى تعمل خطه بديله، حتى عن طريق الاحياء، عن طريق الاسر المؤثره في الحي. الناس تحاول انها تدي خطط وتتكلم وتعمل محاضرات وترسل عن طريق المنابر، حتى في المساجد الناس ممكن لو نص ساعه الناس بدات تتكلم في وقت معين الناس اللي حولها بتسمع. يعني في خيارات، في خيارات، خيارات لسه كثيره الناس لسه ما عملتها، لكن ممكن تعملها عشان توقف الوضع الهسي حاجه، نوقف الارقام المتزايده دي. ايوه زي ما قلت الارقام كل يوم بتتزايد قريب بقت يعني. الضغوط النفسيه برضه الحاصله يعني فيما يتعلق بانه كل يوم نسمع ارقام 201 181 ارقام كبيره، ومنها وفيات، حصلنا 80 وفاه مصابين بالكورونا. اما الجزئيه دي بتاعت الضغوط النفسيه بتتقسم لجزئين. ما زال في ناس الى الان ما مقتنعين اصلا حتى بالارقام دي، ويمكن يا رشا انت زي المتابعه ونشره جدا وبتكون شايفه على السوشيال الناس بتتكلم كيف يعني. صح. وحتى لو كانوا بيمثلوا 1% لكن بيهمونا لانها برضه فئه وممكن تضر فئه كبيره جدا. الناس لحد ما عندها ثقه، ودي مشكله. احنا الانسان السوداني يمكن بالظروف اللي عاش البلد وعاشوها مثلا في الحكومات السابقه والاخر، وفي ازمه بتاع الثقه في حتى انه يستوعبوا المعلومات اللي بتجي من مصادر حكوميه ويشككوا فيها. بنبدأ نكتشف بكين ان الموضوع ده حقيقي وخطير والنسبه بالطريقه دي لما يصاب زول انت بتعرفه. ودي مشكله كبيره جدا، انت حتنتظر لحد ما تعرف زول انك يعني زول انت بتعرفه او بيعرف زول بتعرفه عشان تتاكد انه الناس وصلت مرحله زي دي يعني. فدي برضه النقطه دي عايزين وعي. بالنسبه للجزئيه الثانيه، في ناس حاليا عندهم ضغط رهيب جدا من موضوع المرض وانتشاره بالطريقه دي. وعندنا فئه اللي هي الفئه بتاعت الناس الكبار تقريبا عندنا فيها ضغط كبير جدا يا رشا. أيوة. الان ترسخ في ذهنهم اي زول من عمر 50 ماشي، وفي الاغلب عندهم الامراض المزمنه بالضغط والسكري وفي بعض الامراض الاخرى القلب ولا غيره، بقوا فاهمين انه هم حيموتوا. يعني ناس كثير من كبار الحين انه ممكن حتى الصغار، يعني شفنا حالات لشباب هم توفوا بالكورونا، ما شرط ايوه يكون العمر كبير. الفئه دي لانه التوعيه كانت ناقصه يا رشا، انه أيوة. الناس دي انت لو جاتكم الكورونا حتموتوا، يعني دي الفئه اللي اكثر الوفيات اكثر فيها. فبالتالي حتى في يعني انا بعرف حاله اتصلوا علي انه بدات فيها الاعراض، بدات تحس بالحمى وبالصداع وهي ما عندها اي حاجه. بالله. لكن لانه خلاص يعني الموضوع يترسخ بالمفهوم ده. صحيح. بالنسبه للشباب حتى بالنسبه للستات البيوت في ناس كثير جدا ومتنشنين جدا من الوضع ده. احنا قادرين نقول في النهايه هو اكرام ربنا سبحانه وتعالى، طول ما انت عامل حسابك، طول ما انت بتقوم بدور ربنا بيحميك ان شاء الله. ايوه طول ما انت قاعد في البيت، طول ما انت بتعقم بتغسل يدينك كل فتره، حريص على نظافه البيت بالحاجات الموجوده والحاجات الممكنه، وما في داعي للاسراف في الاشياء. كيف؟ دايم بخطواتك كلها باذن الله، وان شاء الله ما بيصيبك اي مكروه ان شاء الله. جدا انه الناس تقوم في البيت يا رشا ان شاء الله، يعني دي اهم نقطه. هي دي زي ما بقول انا قاعد اقول دي من 1 لحد 10. اي حاجه بعديها بتبدا 11. ايوه صحيح. وده هو ده اسم ده برنامجنا وده موضوعنا اللي هو خليك في البيت خليك موجود. انا بشكر جدا دكتور اسراء شبيك اختصاص اجتماعي على الاضافات وعلى الحديث الطيب. ربنا يدي الصحه والعافيه للجميع، لكل اللي بيتابعونا عبر فضائيه الشروح. حلتقيكم باذن الله بكره ختام لأسبوع برنامج من الأحد وحتى الخميس. ممكن تتابعونا على اليوتيوب مباشرة بعد انتهاء الحلقة، لحد ما ألاقيكم في أمان الله وحفظه.